والله سهلة وحياكم الله. طبق اليوم من الأطباق الحلوة الغريبة شوي المميزة شوي. عندي هنا كرومب، خل أوريكم إياه. كرومب بنفسجي قطعته مكعبات طويل أي شيء، وبس لقى صبي مويه حارة وبس لقى بالمويه الحارة، بس مجرد سلق يعني يقولوا أبو 10 دقائق لين ياخذ اللون. وهنا عندي بصل مع شوي زبدة وشوي زيت بنحمسه للرز. بغطي الكرومب أخليه يتسلق على راحته، ومثل ما قلت لكم هنا بحمس البصل أقلبه مع شوي زبدة وشوي زيت، بهارات عدلة اللي هي بس دارسين وهيل ومسمار. نيجي الآن بنتبل الدجاج. عندي صدور الدجاج فتحت الصدر لهالدرجة يعني كاني حطيته صفحة، وبعدين بتبله فقط بملح وفلفل أسود من الجهتين. نيجي الآن للحشو. يعني يكون عندي زيت زيتون، مشروم مقطع صغار، وطماطم جفف سبق وسويتها أنا وياكم، طريقتها موجودة عندكم انستغرام ويوتيوب. وعندي هنا ثوم مفرزن. أخلط المكونات هذه كلها مع بعض. أخذ جزء من الحشوة وأسكر عليها صدر الدجاج، وبعدين ورشها بهار إيطالي. آخر خطوة خلاص اشيل الصفايه الان، وبخليه يعني ابو قولوا ابو 10 7 دقائق يطبخ، بس اساس ان مويه الكروم تاخذ نكهه حمسه البصل. مقل على النار، حطيت شويه زيت وشوي زبده، وبضيف لها عاد الان الدجاج اللي تبلت انا وياكم حشيناه، نقلبه على الجهتين لحد ما يستوي. صفي المويه نبهار البصل واضيفها على الرز.